أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش غير الكرسي، العرش هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، والله مستو عليه سبحانه، وأما الكرسي فهو تحت العرش. قد جاء في الحديث أن موضع القدمين، جاء في الحديث أن موضع القدمين فهو تحت العرش، وهو أصغر من العرش وأكبر من السماوات والأرض. نعم.